وصية جامعة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كتب إليه رجل يقول له: يا عبد الله بن عمر، اكتب إلي بالعلم كله، اكتب إلي بالعلم كله. فقال عبد الله بن عمر يكتب له: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، ومثل ما ذكرت لا تظن أن دماء الناس أنه لا بد يكون عندك سيف تقتل، قد تقتل إنسانا بقلمك، قد تقتل إنسانا بقولك، قد تقتل إنسانا بقلبك لأنك شاركت. هذه مسألة عظيمة ترى، حينما يرضى المسلم بقتل المسلمين هذا في حد ذاته مشاركة، انتبهوا، لا بد أن الإنسان يكره هذه الفتن قلبا وقالبا قولا وعملا، لا يخوض فيها، يترك هذه الأمور لأولياء الأمور، يترك هذه الأمور للعلماء الراسخين، ليس كل أحد يدخل فيه. يقول عبد الله بن عمر في وصيته الجامعة: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف الظهر من دماء الناس، هذه واحدة، خميص البطن من أموالهم، أي الثانية، كافاً لسانك عن أعراضهم، أي الثالثة، لازماً لأمر الجماعة، هذه الرابعة، فافعل والسلام. هذا هو العلم كله. جمع العلم في أربع خصال. قال: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر الجماعة، فافعل والسلام. وفي الختام نسأل الله جل وعلا أن يأتي بالأمن والأمان إلى بلاد المسلمين، وأن يبعد هذه الثورات وهذه الزلازل والمحن والفتن. نسألك اللهم يا مولانا ونحن في هذا الشهر الكريم أن تديم نعمة الأمن والأمان علينا وعلى سائر بلاد المسلمين.